الصف التاسع، كتاب الجغرافيا. الوحدة التعليمية هي وحدة السكان. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مرح عجيب. الدرس بعنوان تخطيط جيد تنمية مستدامة. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 116 إلى الصفحة 127. الدرس بعنوان تخطيط جيد تنمية مستدامة. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 116 إلى الصفحة 127. تخطيط جيد تنمية مستدامة. دول متنوعة من مختلف قارات العالم اجتمعت في هذه القمة لغاية واحدة، وهي جعل مدنها ذات الكثافة السكانية المختلفة تتمتع ببيئة آمنة جذابة مستدامة في ظل ما يشهده العالم من تطور ونمو متسارع. شعار هذه القمة هو إن الكثافة السكانية مرتفعة كانت أم منخفضة لا تعد عائقا أمام التنمية الاقتصادية، بل العائق الوحيد هو عدم استثمار الموارد على الوجه الأمثل. فنجد أن تعريف الكثافة السكانية هي مقياس ديموغرافي يستعمل لقياس عدد السكان في منطقة جغرافية. فنجد أن الكثافة السكانية تساوي عدد السكان في منطقة ما تقسيم المساحة الكلية للمنطقة. لدينا النشاط التالي: تصنيف المشروعات الاستثمارية الآتية بما يتناسب مع كل مدينة مراعياً كثافتها السكانية. المشروعات هي مشروعات البنية التحتية للألعاب الرياضية العالمية، مشروعات الموانئ، مشروعات أبنية، مشروعات بيئية، مشروعات علمية، مشروعات جسور، أنفاق، طرق سريعة. مدينة ذات كثافة سكانية منخفضة، المشروع المناسب مشروعات بيئية، مشروعات علمية. مقومات إنشاء المشروع هنا: 1- وجود بيئات طبيعية مناسبة. 2- وجود الخبراء. الفائدة منه: 1- المساهمة في التطور العلمي. 2- الحفاظ على البيئة. أما المدينة ذات الكثافة السكانية المتوسطة، المشروع المناسب مشروعات البنية التحتية للألعاب الرياضية العالمية، مشروعات موانئ. مقومات إنشاء المشروع: وجود المساحات الفارغة ومواد البناء واليد العاملة. الفائدة منه: 1- المساهمة في تنشيط السياحة. 2- تطوير الاقتصاد. أما المدينة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، المشروع المناسب مشروعات أبنية، مشروعات جسور، أنفاق، طرق سريعة. مقومات إنشاء المشروع: وجود مواد البناء واليد العاملة. الفائدة منه: المساهمة في حل أزمة السكن وأزمة المواصلات. السكن وأزمة المواصلات، أقرأ ثم أجيب. النص الأول: حمى الذهب. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، اندفع عشرات الآلاف من المهجرين الصينيين نحو الغرب الأمريكي تجذبهم حمى الذهب. في تلك المدة قدر عدد سكان الصين ب 412 مليون نسمة. وعانت بلادهم الحروب المستمرة بين الأسر الأقطاعية الحاكمة وانتشار الفقر والمجاعات والأوبئة لتدني الإنتاج الزراعي بسبب فيضانات الأنهار. ولأنهم عانوا التمييز بينهم وبين الأوروبيين بداية هجرتهم، انعزلوا في أحياء خاصة حافظوا بواسطتها على لغتهم وعاداتهم ومعتقداتهم. واستمرت هذه الأحياء إلى يومنا هذا مع اندماجهم مع المجتمع الأمريكي، ويطلق عليه الحي الصيني الذي تكثر فيه الاستثمارات الاقتصادية والخدمية والجذب السياحي. فشهدت ولاية كاليفورنيا نهضة عمرانية واقتصادية نتيجة تزايد الهجرات الوافدة إليها، وتقدر الكثافة السكانية بنحو 84 نسمة في الكيلو المتر المربع الواحد. ولو عدت ولاية كاليفورنيا دولة مستقلة فإنها ستصنف على أنها خامس أكبر اقتصاد في العالم. من خلال النص السابق أبين دور الأمريكيين من أصول صينية في النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها كاليفورنيا. نجد أن دور الأمريكيين من أصول صينية تمثل في بناء أحياء خاصة بهم، واستمرت هذه الأحياء إلى يومنا هذا، ويطلق عليه الحي الصيني الذي تكثر فيه الاستثمارات الاقتصادية والخدمية والجذب السياحي. النص الثاني: وفورات اقتصادية كبيرة تجذب السكان في أبوظبي. تضاعف إجمالي عدد سكان إمارة أبوظبي 133 مرة في المدة 1960 ميلادي إلى 2015 ميلادي،
نتيجة النمو السكاني والهجرة الوافدة. وتشير الدراسات إلى أن سكان أبو ظبي شهدوا نقلات نوعية كبيرة في العقود الماضية، وأن اكتشاف النفط وبروز الصناعات والخدمات قد سرع عملية النمو الديموغرافي والتوزع الجغرافي للسكان في الإمارة. إذا انخفضت نسبة السكان للمدن من 78% عام 1968 ميلادي إلى 65.5% عام 2015 ميلادي بسبب تطور البنى التحتية والخدمات ووسائل النقل وقيام بعض الشركات الكبرى في المناطق الريفية التي أصبحت جاذبة للمواطنين. وقد استقطبت هذه الأرياف أيضا تيارات كبيرة من اليد العاملة الوافدة من شرق آسيا وأوروبا وبعض الدول العربية، حاملين معهم ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم في ظل انخفاض تكاليف الحياة والإيجارات في تلك المناطق والدعم الحكومي، ليصل عدد سكان الإمارة قرابة 2,557,026 نسمة في مساحة تصل إلى 67,340 كيلومتر مربع، وكثافة سكانية 37.97 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. وقد أسهمت هذه العمالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكنها عانت من إشكاليات اندماجهم في المجتمع المحلي. السؤال الأول: ما العوامل الجاذبة للمواطنين في الأرياف؟ الإجابة: 1- تطور البنى التحتية والخدمات ووسائل النقل. 2- الدعم الحكومي للأرياف. 3- قيام بعض الشركات الكبرى في المناطق الريفية. 4- انخفاض تكاليف الحياة والإيجارات في الأرياف. السؤال الثاني: أستنتج كيف أثرت هجرة اليد العاملة في البنية الاجتماعية والاقتصادية؟ بيّن إجابتك إيجاباً وسلباً. الإجابة: الآثار الإيجابية: 1- التنوع الثقافي في العادات والتقاليد. 2- تحسين الناتج الوطني. 3- التقليل من الفقر والبطالة. 4- التطور الاقتصادي في كافة المجالات. الآثار السلبية: 1- النمو السكاني في سوريا وما يرافقه من أزمات ومشكلات مثل الازدحام المروري ومشكلات السكن. 2- ظهور التمييز العنصري. 3- عدم القدرة على الاندماج مع المجتمع. تعكس الخرائط الآتية التوزع السكاني في سوريا، حيث تبين مدى الارتباط بين أنماط التوزع السكاني والموارد الطبيعية. فنجد في أماكن وجود الموارد الطبيعية يتركز التوزع السكاني وينخفض كلما قلت هذه الموارد، حيث يتوزع السكان في أماكن توزع الموارد المائية وأماكن توزع الثروات الباطنية. نلاحظ أن الكثافة السكانية ترتفع في غرب سوريا في المناطق الساحلية وأودية الأنهار لتوافر المياه والمناخ المعتدل والتربة الخصبة، وفي دمشق أيضا ترتفع الكثافة السكانية وذلك لتركز النشاط البشري. نلاحظ أن الكثافة السكانية تتوسط في شمال شرق سوريا والمناطق الداخلية لتوافر الثروات الباطنية مثل النفط والغاز وأماكن وجود السهول الزراعية. ونلاحظ أن الكثافة السكانية تنخفض في البادية السورية لقسوة المناخ والجفاف. إذا كنت خبير تخطيط، ما المشكلات الناتجة عن اختلاف توزع السكان في سوريا تبيانها؟ المشكلات: 1- انتشار البطالة في بعض المناطق والحاجة لليد العاملة في مناطق أخرى. 2- انخفاض الإنتاج الزراعي. 3- زيادة الطلب على الماء والغذاء. 4- أزمة السكن والمواصلات والتلوث. اقترح حلاً يحقق تنمية متوازنة عمرانياً وخدمياً واقتصادياً في سوريا. الحل: توفير فرص عمل من خلال بناء معامل في المناطق الريفية، وتوفير الخدمات من قبل الحكومة، وخدمات صحية ومدارس واتصالات. الهجرة في خدمة التنمية. قدرات وإمكانات ومساهمات المهاجرين مدهشة جدا. كان هذا الشعار الذي رفع في سيئول في كوريا الجنوبية في اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف 18 كانون الأول من كل عام. تعاني دول عديدة من مختلف أنواع الهجرة لأسباب متعددة وينتج عنها أثر سلبي، سواء في الدول المستقبلة للمهاجرين من حيث زيادة لأعداد السكان فيها والضغط على الخدمات بصورة هائلة يفوق قدرتها الاستيعابية،
أما على الدول المرسلة للمهاجرين فيكون الأثر السلبي من خلال تغيير لتوزع السكان والافتقار إلى الكفاءات واليد العاملة. وللهجرة الدولية أثر إيجابي في التنمية في عدد من الأمور، منها التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون لبلدانهم، وتبادل المعارف والخبرات المكتسبة، والمشروعات الاستثمارية المشتركة التي يؤسسها المهاجرون. اختلفت الآراء في موضوع الهجرة، فهناك آراء ترى الهجرة ظاهرة ستبقى موجودة ويجب أن يكون لها تدابير أفضل للدول المستقبلة، وآراء ترى أن حل مشكلة الهجرة أمر مرهون بواقع البلدان المرسلة. أعمل مع مجموعتي على تبني رأي واحد مما سبق، وأقدم المسوغات التي تعزز هذا الرأي. انتهى الدرس.